مرحبا يا اصدقاء انا جود الفتاه المدلله التي لم تعلم ما كان بانتظارها اخبرتكم في الجزء الاول عن والدتي الحقيقيه التي طلبت رؤيتي قبل وفاتها وعن ذلك الظرف الذي وجدته في غرفه اخي وطبعا لم تنتهي قصتي هنا بل كانت هذه البدايه فحسب عندما بدات بتفقد محتوى ذلك الظرف اصابتني الصدمه مما قرات فلقد كان يتعلق باخي الذي اخبرني والدي بانه يدرس في الخارج ولكن تبين ان الحقيقه غير ذلك تماما دخل ابي الى غرفتي فاخفيت ذلك الظرف في الحال كان والدي يبكي فعلمت لحظتها ان والدتي قد فارقت الحياه أنا آسف يا صغيرتي. اختلطت مشاعري، فلقد كان كل شيء يحدث بسرعة كبيرة. في صباح اليوم التالي كانت جنازة والدتي، وما زادني دهشة أن أخي الأكبر لم يحضر لتوديع والدتنا المتوفاة. أبي، ألن يحضر أخي فريد لجنازة والدتي؟ ألم تخبره؟ إنه ليس بخير، وأنا لم أخبره بوفاتها. لان ذلك سيزيد حالته سوءا هذا افضل يا ابي مع انني كنت متحمسه لرؤيته والتعرف عليه عندما عدنا الى البيت اقام ابي عزاء لوالدتي ابرار حضرها الجيران والاقارب كان الجميع ينظرون الي باستغراب ويتساءلون عن هويتي ومن اكون وكنت في موقف لا احسد عليه تقدمت احد النساء مني وقالت هل انت ابنه السيد سراج اليس لك اخ يدعى فريد لم لم يحضر جنازه والدتك اما يزال فريد مريضا مسكين هذا الشاب لقد امضى حياته في المشفى ولا احد يدري ما الذي اصابه نظرت اليها بتعجب ثم تذكرت ذلك الظرف وعلمت ان والدي قد كذب علي فهو مريض ويتلقى العلاج في ذلك المشفى ولكن لم أخفى علي قصة مرضه وادعى بأنه يدرس في الخارج كان الوقت غير مناسب لأفتح موضوع أخي فريد معه بعد انتهاء أيام العزاء دخل والدي إلى غرفتي جودي يا ابنتي لدي مقابلة مع المحامي لإكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالوفاة لذلك سأضطر لتركك في المنزل لقد طلبت من السائق أن يقوم بأخذك في جولة إلى المدينة أثناء غيابي. شكرا لك يا أبي، فهذا أفضل من الجلوس وحيدة هنا. جهزت نفسي وركبت السيارة وتجولت هنا وهناك في المدينة. كنت قد قررت أن أذهب إلى المشفى الذي يتواجد فيه أخي، فطلبت من السائق أخذي إلى هناك. انتظرني قليلا، لن أتأخر. كانت صدمتي كبيرة عندما علمت أن ذلك المشفى هو مشفى المدينة لعلاج الأمراض النفسية، مما يعني أن أخي مريض نفسي أو مصاب بالجنون. مساء الخير، كيف لي أن أخدمك يا آنسة؟ مساء الخير، أريد مقابلة المريض فريد سراج لو سمحتي، أنا أخته. حسناً، انتظري قليلاً. أحضر الممرضون أخي فريد. حيث تمكنت من رؤيته أخيرا عبر الزجاج ولكنه بمجرد رؤيته جن جنونه وبدأ بالطرق على الزجاج بعصبية جود أنت جود لقد عرفتك أنت تشبهين والدتنا كثيرا لم يكن عليك القدوم إلى هنا لم يكن عليك القدوم لزيارة أمي أو رؤيتها ماذا فعلت أنت في خطر ساءت حالة فريد فلقد كان يصرخ ويتصرف بجنون أسرع الممرضون نحوه وأخذوه بعيدا عدت إلى السيارة وقد أصابني ذهول مما رأيته في الداخل هل أنت بخير يا آنسة؟ دعنا نعود إلى البيت أرجوك حسنا يا آنسة عاد والدي إلى المنزل أخبريني يا جود كيف كان يومك يا ابنتي؟ لقد كان جيدا يا أبي، لقد تجولت قليلا في المدينة واشتريت بعض الهدايا. جود، سأعيدك إلى البيت غدا، أنا أعلم أنك لم ترغبي منذ البداية في القدوم إلى هنا. حقا؟ لقد اشتقت لوالدي كثيرا، شكرا لك يا أبي. لم أخبر أبي سراج بزيارتي لأخي فريد في المشفى، ولكن الحيرة كادت تقتلني. كيف تعرف فريد إلي؟ وكيف علم بزيارتي لوالدتي؟ ولم أصبحت حياتي في خطر؟ لم أجد إجابات لكل تلك الأسئلة، ولكنني كنت عازمة على اكتشاف ذلك الأمر عاجلا أم آجلا. في الصباح أقلني والدي إلى المنزل، وكم فرحت بعودتي أخيرا، ودعني أبي سراج قائلا: "سأزورك يا حبيبتي بين الحين والآخر، وسأعوضك عن كل ما فات". البقاء لله، أعانك الله على مصابك يا سراج. جود حبيبتي لقد اشتقت لك كثيرا يا ابنتي اتمنى ان كل شيء على ما يرام لا تقلقي يا امي انا بخير بعد ان تناولت الغداء مع عائلتي توجهت الى غرفتي ذلك المكان الذي تتواجد فيه كل ذكرياتي الجميله بل كل حياتي جلست بجوار النافذه وجلست افكر بكل ما حصل معي في الايام القليله السابقه يبدو انني قد ظلمت امي ابرار ربما قامت بالتخلي عني لانها لم تتمكن من العنايه بي انا وفريد معا وقفت امام المراه ونظرت الى نفسي يا الهي كم اشبهها وفجاه تجمدت في مكاني عندما رايت ظل يقف خلفي توسعت عيناي عندما رايت ذلك الظل لطفل صغير يحدق بي يا الهي ما هذا بدات بالصراخ اسرع والدي نحوي ما بك يا جود لم تصرخين يا صغيرتي انه هناك الا تراه اسرعت امي نحوي وقالت عن ماذا تتحدثين يا جود لا يوجد شيء هناك بلى! إنَّ ذلكَ الطفلَ الصغيرَ يحدقُ بي. كيفَ لا ترونه؟ نظرَ والدايَ إلى بعضِهما البعض. هذا ما كنتُ أخشاهُ. لم يكن عليها الذهاب. كنتُ أعلم. كان يجبُ أن نمنعها. أمي، أنتِ تتحدثينَ مثلَ فريد. ماذا هناك؟ ولِمَ لم يكنْ عليَّ أن أذهبَ لرؤيةِ والدتي؟ أريدُ أنْ تخبروني بالحقيقة. قبلَ تسعةَ عشرَ عامًا. كانت ابرار والدتك تعمل كضابط برتبه عاليه في الحدود كانت مهمتها هو اخذ الاطفال الذين فقدوا عائلاتهم او تاهوا عن اسرهم بسبب الحرب وابقائهم في مخيمات اللاجئين ومن بين اولئك الاطفال كان هناك طفل صغير لم يتجاوز الرابعه من عمره كان ذلك الطفل يبكي بشده ولا يتوقف عن الصراخ. أريد ماما، أريد الذهاب إلى ماما. أيتها الضابطة أبرار، إن هذا الطفل لا يتوقف عن البكاء. هو يمتنع عن تناول الطعام. دعينا نكسر القانون ونبحث له عن والدته ونجمعهما معا. لا، هذا مستحيل. هذا أمر من القوات العليا ولا يجب أن نكسره. لا يمكننا ان نغير القانون حسب اهوائنا بل واجبنا ان نطبقه بعيدا عن المشاعر والعواطف وهكذا رفضت والدتك كسر القانون ولكن ما حصل بعدها جعلها تندم ندما شديدا ففي صباح اليوم التالي وجدوا ذلك الطفل جثه هامده ماذا سنفعل الان علينا ان ندفنه ماذا عن والدته اليس من حقها ان تعلم ما حصل لولدها فلقد اخبرني احد الحراس بانها جاءت للبحث عنه ولكنهم منعوها من الدخول الى المخيم حسنا سنرتب للقائها بابنها الميت لتلقي نظره الوداع عليه قبل دفنه حضرت المراه المكلومه لتوديع ابنها فهي لم تصدق انها لن تراه مجددا بكت بحرقه ثم نظرت الى والدتك ابرار أنتِ مَنْ فعلَ ذلكَ. أنتِ مَنْ قَتلتِهِ. لقدْ حَرَمتِنِي مِنْ رُؤيَتِهِ حَيًّا، وجعلتِنِي أراهُ وهوَ ميتٌ. سوفَ تُعانينَ طوالَ حياتِكِ، وسوفَ ترينَ أطفالَكِ يُعانونَ أيضًا. بعدَ تلكَ الحادثةِ، استقالتْ والدتُكِ مِنْ عَملها، فلقدْ شَعرتْ بالندَمِ الشَّديدِ. وبعدَ أسبوعٍ، تلقت ابرار خبرا ساعقا فلقد وجدت زميلتها مشنوقه في شقتها لاحظت ابرار ان اخوك فريد الذي كان في الخامسه من عمره يتصرف بغرابه فلقد اصبح يتخيل وجود ظلال تحاول قتله اصبح فريد دائم الصراخ وامتنع عن الاكل عرضه والديك على الاطباء ولكنهم جميعا أكدوا بأنه قد أصيب بمرض نفسي وأن عليه أن يتلقى العلاج في مشفى الأمراض العقلية. علمت والدتك أن ما أصابها كان بسبب تلك اللعنة التي ألقتها تلك المرأة عليها وأنها كانت السبب فيما أصاب فريد. قررت الانتحار وانهاء معاناتها ولكنها لحظتها علمت بانها حامل بك كانت الطريقه الوحيده هو ان تتخلى عنك وتبتعد بقدر الامكان ولذلك قمنا نحن بتبنيك يا الهي لقد ظلمت والدتي ولكن هل يعني هذا ان تلك اللعنه ستبدا بمطاردتي الان لقد فهمتُ الآنَ لمَ حذَّرَنِي فريد ولمَ ثارَ عندَ رؤيتي ومعرفتِهِ بزيارتي لوالدتي. يا إلهي، ماذا سأفعلُ الآن؟ لا، لنْ أسمحَ بأنْ يحدثَ لكِ ما حدثَ لفريد. يجبُ أنْ نجدَ تلكَ المرأةَ ونُبطِلَ لعنتَها التي ستدمرُ كلَّ شيء. أرجوكِ يا والدتي، فأنا أشعرُ بالخوفِ الشديد. أنا أراهمُ الآنَ في كلِّ مكانٍ. اتصل ابي بوالدي سراج وساله عن اي معلومات تخص تلك المراه فاخبره والدي بكل ما يعرفه بحث والدي عن تلك السيده الى ان وجدها وتوجهنا للقائها اخبرتها بكل ما حصل وعن المصير الاسود الذي لاقاه امي واخي وطلبت منها ان تسامحني وان تنهي تلك اللعنه وبعد الحاح شديد رق قلبها لحالنا ووعدتنا بانها ستنهي هذه الماساه وهكذا نجوت من مصير مجهول وغامض كاد يقضي على حياتي بالكامل خرج اخي من المشفى وعاد لحياته الطبيعيه اما انا فبقيت مع والداي وكان ابي سراج واخي يقومان بزيارتي وهكذا يا اصدقاء كان عفو تلك السيده عنا سببا في انهاء اللعنه التي كانت تمثل كابوسا يؤرق عائلتي وكانت سببا في عيشي بعيدا عنهم هذه كانت حكايتي دمتم بخير مع السلامه